بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قواعد كلية في تفسير الرؤى والأحلام. كل ما كان كذا فهو كذا، كل ما كان كذا فهو كذا، من كمالة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي قواعد رائعة، فاستمعوا لها وتأملوها، تصنع لكم نوعا من الملكة، وتمهرك وتدربك وتفتح آفاق العقل حتى تنفع في القياس. فبيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كليات التعبير أن كل ما كان وعاء للماء فهو دال على الإناث، يعني الحاجة اللي بتحوي، لأن الأم بتحوي الجنين، فمثل الحلة أو الزير أو أشياء ممكن تكون حتى هذا عند المتأخرين كفرويد صاحب كتاب تفسير الأحلام يقول هكذا، يعني يجعل كل شيء ممكن يحوي داخله شيئا يجعله إشارة إلى الأنثى، تمام. فهنا وافق فرويد، طبعا وافق ابن القيم، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى متوفى سنة 751 هجرية، يعني من حوالي 700 سنة رحمه الله. فبيقول: ومن كليات التعبير، يعني قواعده الجامعة، أن كل ما كان وعاء للماء فهو دال على الإناث، وكل ما كان وعاء للمال كالصندوق والكيس والجراب فهو دال على القلب، لأن القلب بيحوي أيضا، وكل مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط فدال على الاشتراك والتعاون أو النكاح، لأن أصل كلمة نكح دخول شيء في شيء، ومنها أخذ النكاح المعروف، فهو اعتبر أيضا أي امتزاج أو دخول ممكن يعبر يعبر بالنكاح. وكل مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط فدال على الاشتراك والتعاون أو النكاح. وكل سقوط وخرور من علو إلى سفل فمذموم، لأنه معنى أن الإنسان في مكانة معينة ينزل منها، سواء في علم أو مرتبة أو كذا، فالسقوط أو النزول. وبعض الأحيان، حتى لا ينزعج البعض، في كثير من الأحيان يكون حلما من الشيطان، خاصة مع التكرار. يعني اليوم سألني أحدهم بأنه دائما يرى أنه تصعد على سلم، ويعني يكون مخيفا ويتكرر. قلنا هذا يعني قد يكون إما حلما من الشيطان، وبعض الأحيان الناس عندهم مشاكل نفسية يتكرر عليهم الأشياء دي، يجد أنه فقد صندله أو شبشبه، أو أنه بيصعد ومش عارف ينزل لأنه مش عارف يحل مشكلته. ففي بعض الأحيان، ولذلك أول حاجة نميز هل هي حلم من الشيطان ولا حديث نفس ولا رؤية، وبعدين ندخل في تلك القواعد. قال: وكل صعود، الآن كل سقوط وخرور، خر يعني سقط، من علو إلى أسفل فمذموم، دي قواعد مهمة. وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادة، يعني ارتفع زيادة، فده كل شيء زي ما هم بيقولوا تجاوز عن حده انقلب إلى ضده. يعني ما تيجي حتى افترض انك بتحط عطر في المنام، فالعطر جميل، معناه ان ان شيء حسن، لكن لما ينزل على وشك ويبقى يضايقك زاد عن الحد، يبقى هنا هموم وانكاد. يبقى بالتالي دي قاعدة مهمة، ودي زي ما بنقول كليات التعبير، وده لم يتعرض له على حسب اطلاعي أحد إلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إنه يأتي بتلك الجوامع، فانتبهوا لها وسجلوها في قلوبكم. قال: وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادة وكان ممن يليق به، زي الصعود على المنبر، المرأة لا يليق بها فيكون ده صعود غير مناسب، أو عامي مثلا بياع أو شيء، لكن عالم أو زعيم أو شيء فطير على المنبر فهو مناسب له أيضا، ده أمر ينبغي أن ينتبه له، أن مناسبة الشيء للشخص مهمة، أما إن كان غير مناسب له وضع الشيء في غير محله، أنه مثلا يضع شبشبه على رأسه، أو يضع البرنيطة أو الطاقية في قدمه، أو يلبس البنطلون في أعلى جسمه، ده كله هيعتبر ليس بجيد، فانتبهوا لهذا الفن.
قال: وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادة وكان ممن يليق به، وكل ما أحرقته النار فجائحة وليس يرجى صلاحه ولا حياته، وكذلك من كسر من الأوعية التي لا ينشعب مثلها، الأوعية اللي هي ما بتتصلحش، وكل ما خطف وسرق من حيث لا يرى خاطفه ولا سارقه فإنه ضائع لا يرجى، وما عرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه فإنه يرجى عوده، وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل فزيادة خير. يعني زيادة اللحية ممكن تكون إيه في حدود معقولة، زيادة وقار، لكن عندما تفحش تكون زيادة إهم الشعر وهكذا، فانتبه كل زيادة مناسبة في الأشياء المستحسنة فهي طيبة، لكن لو زادت عن الإيه، وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل فزيادة خير، وكل زيادة متجاوزة للحد، انتبهوا في ذلك، فمذمومة وشر وفضيحة، وكل ما رؤي من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروه، كالعمامة في الرجل والخف في الرأس والعقد في الساق، العقد مكانه الايه الرقبة لكن وجدناه في الساق، ده كله سيء، وكل من استقضي أو استخلف أو أمر أو استوزر أو خطب ممن لا يليق به ذلك نال بلاء من الدنيا وشرا وفضيحة وشهرة قبيحة، كل من إيه من أصبح في تلك وزيرا أو أميرا أو وقف على المنبر وهو شخص عامي أو امرأة لا يناسبها فدي شهرة وفضيحة عياذا بالله تعالى. قال: وكل ما كان مكروها من الملابس فخلقه أهون على لابسه من جديده، كل الملابس المكروهة زي الحرير، فمثلا لو رأينا إنسانا يلبس حرير فربما يكون إيه من لباس أهل الجنة، وربما بالنظر إلى الدنيا يكون سيئا، فهو يقول إذا كان اللباس سيئا فكل ما يكون قديم أحسن ما يكون جديد، لأنه معنى أنه إيه سيذهب بما فيه من الإيه من الشر. قال: وكل ما كان مكروها من الملابس فخالقه أهون على لابسه من جديده، والجوز الجوز مال مكنوس، فإن تقعقع سمع صوته كان قبيحا وشرا، ومن صار له ريش أو جناح صار له مال، فإن طار سافر، وخروج المريض من داره ساكتا يدل على موته، ومتكلما يدل على حياته. شوف يتغير المنام بحسب الزيادة ومعناه واضح، والخروج من الأبواب الضيقة يدل على النجاة والسلامة من شر وضيق هو فيه وعلى توبة، ولا سيما إذا كان الخروج إلى فضاء وسعة أو جنة أو شيء أو حديقة أو أشجار أو أنهار، فيدل على الإيه الخروج، كان الخروج، ولا سيما إن كان الخروج إلى فضاء وسعة فهو خير محض، والسفر والنقلة من مكان إلى مكان انتقال من حال إلى حال بحسب حال المكانين، مكان ده حل إلى وحش أو وحش إلى حل، ومن عاد في المنام إلى حال كان في اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير أو شر، وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى الله، كما قال: من مات ماتت شهوته أو ماتت شهواته، فساعات الموت بيكون تفسير جيد. قال: وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى الله، لأن الموت رجوع إلى الله، قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاه الحق، والمرهون مأسور بدين أو بحق عليه لله أو لعبيده، ووداع المريض أهله أو توديعهم له دال على موته. وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد، لأن تقدم فيها من أمثال القرآن لأنه ذكر في أعلام الموقعين الأمثال القرآنية التي وردت في الإيه في القرآن، فلعلها لها إيه لها إن شاء الله تعالى جلسة أو حلقة نستعرض فيها الأمثال القرآنية حتى نستفيد منها في التفسير إن شاء الله تعالى. قال:
وبالجملة وقد جمعها بعضهم تحت عنوان أمثال القرآن لابن القيم وطبعها، وهي ليست كتابا مستقلا إنما مأخوذة من كتاب القيم اللي هو أعلام الموقعين، فده إشارة ابن القيم. قال وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بها، لمن أحسن الاستفادة، وكذلك من فهم القرآن فإنه يعبر به الرؤية أحسن تعبير. وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكات القرآن، فالسفينة تعبر بالنجاة لأن بينجو منها الإنسان من البحر، لقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وتعبر بالتجارة لأن الناس بتسافر بها، والخشب بالمنافقين، والحجارة بقساوة القلب، والبيض بالنساء، واللباس أيضا بهن، وشرب الماء بالفتنة لنفتنهم فيه، وشرب الماء بالفتنة، وأكل لحم الرجل بغيبته، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وأكل لحم الرجل بغيبته، والمفاتيح بالكسب، والخزائن والأموال، والفتح إن تستفتحوا، والفتح يعبر مرة بالدعاء ومرة بالنصر، وكالملك يرى في محلة مكان لا عادة له بدخولها، يعبر بإذلال أهلها وفسادها، أن إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، والحبل يعبر بالعهد والحق والعضد، والنعاس قد يعبر بالأمن إذ يغشيكم النعاس أمنة، والنعاس قد يعبر بالأمن، والبقل والبصل والثوم اللي هو اختيار بني إسرائيل، والبقل والبصل والثوم والعدس يعبر لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئا أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار، والمرض يعبر بالنفاق والشك وشهوة الرياء، والطفل الرضيع يعبر بالعدو لقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، والنكاح بالبناء يقول لك بنى عليها بمعنى دخل بها، فالنكاح يعبر بالبناء، والبناء ممكن يعبر بالنكاح، والنكاح بالبناء، والرماد بالعمل الباطل لقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، والنور يعبر بالهدى، والظلمة بالضلال. ومن هنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي وقد ولاه القضاء، رؤيا حكيناها في بعض الحلقات مستقلة، ومن هنا قال عمر يخرجكم من الظلمات إلى النور، فالظلمات يعني ظلمات الكفر والشرك، إلى النور نور الإيمان والتوحيد، والنور يعبر بالهدى والظلم، والنور يعبر بالهدى والظلمة بالضلال. ومن هنا قال عمر بن الخطاب لحابس ابن سعد الطائي وقد ولاه القضاء، قال له رحت أنت على البصرة، فرجع وحكى له مناما، فقال له اللي هو حابس يا أمير المؤمنين إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان، الشمس في ناحية والقمر في ناحية وبينهم قتال، وناس وفي ناس مع الشمس وفي ناس مع القمر، إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم بينهما نصفين، شوية مع ده وشوية مع ده، فقال عمر من أيهما كنت أو مع أيهما كنت؟ قال مع القمر على الشمس، قال كنت مع الآية المبحوة اذهب فلست تعمل لي عملا ولا تقتل إلا في لبس من الأمر، فقتل يوم صفين، يوم صفين في الجانب المخطئ اللي هو كما قلنا معركة صفين بين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية بن سفيان بن أبي سفيان، والصواب مع الإمام علي ومعاوية رضي الله عنه مخطئ مجتهد مخطئ، لا نسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترضى عن الجميع، لكن نقول ده أصاب ده أخطأ واجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم، فالرجل قتل في النهاية معه في جيش معاوية. قال ولا تقتل إلا في لبس من الأمر فقتل يوم صفين. وقيل لعابر رأيت الشمس والقمر دخل في جوفي، واحد جاء قال لعابر فقال تموت، واحتج بقول تعالى فإذا برق البصر
وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وقال رجل لابن سيرين رأيت معي أربعة أرغفة خبز، رأيت معي أربعة أرغفة خبز فطلعت الشمس فقال تموت إلى أربعة أيام. ثم قرأ قوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزقه أربعة أيام. وقال له آخر رأيت كيسي مملوءا أرضا، اللي هي بتاكل الخشب، فقال أنت ميت. ثم قرأ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. والنخلة تدل على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة، والحنظلة تدل على ضد ذلك، والصنم يدل على العبد السوء الذي لا ينفع، والبستان يدل على العمل واحتراقه، احتراق البستان يدل على حبوطه، حبوط العمل، لما تقدم في أمثال القرآن. لنا إيه؟ لنا عودة إلى أمثال القرآن إن شاء الله تعالى. ومن رأى أنه ينقض غزلا أو ثوبا لعبيده مرة ثانية فإنه ينقض عهدا وينكثه. والمشي سويا في طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم، والأخذ في بنيات الطريق، بنياتها يعني الإيه؟ التعاريج أو الإيه؟ أو الأماكن الضيقة. والأخذ في بنيات الطريق يدل على عدوله عنه، عن الطريق المستقيم إلى ما خالفه. وإذا عرضت له طريقان ذات يمين وذات شمال فسلك أحدهما فإنه من أهلها، إما من أهل اليمين أو الشمال. وظهور عورة الإنسان له ذنب يرتكبه ويفتضح به، وهروبه وفراره من شيء نجاة وظفر، وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه، وتعلقه بحبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله، فإذا انقطع به فارق العصمة إلا أن يكون ولي أمرا فإنه قد يقتل أو يموت. فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل أو من المثل على نظيره، ويعبر منه إلى شبهه. ولهذا سمي تأويلها تعبيرا، عبور، لأنه كأنه الحاجة الحسية اللي جت في المنام ناحية دي ومعناها الناحية الأخرى، فكأنه إيه عبرها أي ترجمها كما إيه كما تقدم. ولهذا سمي تأويلها تعبيرا وهو تفعيل من العبور، كما أن الاتعاظ يسمى اعتبارا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الله أمر بالاعتبار أنك تشوف حال هؤلاء فتنقل إلى نفسك أنهم أساءوا فعاقبهم، فتقول أنا إن أساء سأعاقب، فدل إيه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة، لعبرة لأولي الأبصار، فإيه بيعتبر يسمى اعتبارا. يبقى الاتعاظ، قال كما أن الاتعاظ يسمى اعتبارا وعبرة لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره، انك تشوف الكافر عمل فيه فتنقل إلى نفسك، تشوف المؤمن ما صنع معه فتنقل إلى نفسك، فتقول إن آمنت وأحسنت يكافئني الله كما كافأ هؤلاء الصالحين، وإن أساء سيعاقبني الله كما عاقب هؤلاء الطالحين، فتنقل إيه؟ تنقل العبرة، ده الاعتبار والاتعاظ. ولولا أن حكم الشيء حكم مثله وحكم النظير حكم نظيره لبطل هذا التعبير، لولا أن إيه؟ حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأشياء المتماثلة تأخذ نفس الأحكام لبطل مسألة التعبير. زي ما والله مؤمنون، ما دام أنت مؤمن يبقى تدخل الجنة، كافر يدخل النار. يبقى ليه؟ لأنه الأمثال والنظراء يكونوا مع بعض. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فقالوا أزواجهم هنا مش معناه الزوجات، لا، طب ما قد يكون هؤلاء ظلمة وأزواجهم صالحون، كما في فرعون، زوجة فرعون امرأة من أهل الجنة، ابني لي بيتا في الجنة. المقصود بأزواجهم مقصود نظراؤهم، أشباههم، أمثالهم. فإعطاء الشيء حكم نظيره سنة الله بناء على حكمته سبحانه وتعالى، أن كل شيء
شبيه بشيء ياخذ ايه يصير نفس المسار ونفس الايه نفس الحكم، ودي سنة الله في الدنيا في الايه في الآخرة. قال ولولا ان حكم الشيء وحكم مثله وحكم النظير حكم نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار، ولما وجد اليه سبيل. وقد اخبر الله سبحانه انه ضرب الامثال، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقد اخبر الله سبحانه انه ضرب الامثال لعباده في غير موضع من كتابه، وامر باستماع امثاله، ودعا عباده الى تعقلها والتفكير فيها والاعتبار بها، وهذا هو المقصود بها، والله اعلم. وصلى الله على محمد. وبكده انتهى كلام ابن القيم المنقول في كتاب الرؤيا وما يتعلق بها، وبه ايضا انتهى هذا الكتيب الممتاز اللي هو كتاب الرؤيا وما يتعلق بها، وهي كما رايتم في سبع حلقات بلاي ليست واحدة أو إيه أو سلسلة مع بعضها البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن ينفع بتلك القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.